من مواليد الأردن لأبوين فلسطينيين مهجرين من القدس، ما كتبه ويكتبه صورة تعكس آراءه وأحاسيسه وقيمه وأفكاره. نجح إبراهيم نصر الله في أن يؤرخ لفلسطين ما قبل وخلال وما بعد النكبة. مشروعاه الأدبيان الملهاة الفلسطينية والشرفات عمل عليهما لسنوات طويلة حتى استحقا تسميته لهما بأنهما مشروع حياة. تتألف الشرفات من أجزاء عدة، منها شرفة الهذيان وتحت شمس الضحى. أما الملهاة الفلسطينية فتتألف من زمن الخيول البيضاء، أعراس آمنة وغيرها. يواصل نصر الله الفائز بجائزة البوكر للعام 2018 مشروعه الملحمي في رسم ذاكرة فلسطين روائيا. ولمن لا يعرف كم استغرقت رواية زمن الخيول البيضاء مثلا، يقول نصر الله إنه عمل عليها ل22 سنة. لكن تعالوا لنتحدث عن روايته حرب الكلب الثانية التي هي جزء من مشروعه الشرفات. رواية تنطلق من الحاضر العربي لتحذر من المستقبل في ظل سفك الدماء والرغبة في إبادة الآخر لكونه مختلفاً عنا فقط. استطاع إبراهيم نصر الله أن يؤرخ للحياة المدينية والريفية في فلسطين، وأن يقدم لنا حيوات فلسطينيين لم نكن نعرفهم، كحياة كريمة عبود أول امرأة مصورة. إبراهيم نصر الله الصحفي والشاعر يعتقد أن الأديب الوحيد الذي كان يمكن أن يسبقه إلى كتابة الملهاة الفلسطينية هو غسان كنفاني. نحن نقف مع فلسطين لا لأننا فلسطينيون أو عرب، بل نقف معها لأنها امتحان يومي لضمير العالم.